تحتفل إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك الذي يصادف الأسبوع الثاني من شهر مارس من كل عام مع نظرائها من أجهزة حماية المستهلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. نعم، فالوزارة ممثلة بمركز عملاء حماية المستهلك حريصة على رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة من قبل إدارة حماية المستهلك لجميع فئات المجتمع البحريني بمعايير تقنية ذكية ومبتكرة تسهم في إنجاز أعمالهم بكل يسر وسهولة. مركز متكامل ودقيق يتولى البحث في كافة القضايا التي يتقدم بها المستهلكون ويذود عن حقوقهم من خلال جملة من القوانين التي تم وضعها خصيصا لتحقيق الهدف الرئيس الذي تم إنشاء المركز من أجله. إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة تقدم الكثير من الخدمات للمستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، وأهم هذه الخدمات اللي تقدمها واللي عبارة عن يعني تلاقي ثقل وجهد كبير من موظفي إدارة حماية المستهلك هي استلام وحل ومعالجة شكاوي المستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. هذه الخدمة اللي نقدمها هي وفق القانون، قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012، وفي هناك بعض الإحصاءات لعام 2022 تتمثل في أن الإدارة إدارة حماية المستهلك استلمت أكثر من 6200 شكوى. خدمات متنوعة وشاملة تخدم مختلف أفراد المجتمع، تحرص الوزارة على تنفيذها بكفاءة وفعالية عالية، وذلك بما يتوافق مع أعلى المعايير من خلال أهمية مواصلة تفعيل التعاون والعمل المشترك بين الوزارة والتجار في إطار الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص. مركز حماية المستهلك المشرع أفرد القانون، جعل حق المستهلك حقوق وجعل حق المزود التزامات، فهذه القانون ينظم العملية ما بين المستهلك والمزود في حال واجه المستهلك أي مشكلة من هذا النوع، مثل المشكلة اللي يعني واجهته قريت القانون وشفت شنو حقوقي وعلى أساسه كلمت حماية المستهلك، إلا ما تأخروا في حل مشكلتي، على هالأساس أنا أقدم لهم كل الشكر والتقدير. حصل عندي كذا نقطة مع جهات تجارية وألجأ لهم وأثبت لهم ما عندي من الشراء اللي قمت فيه وأبلغهم. الصراحة ما أظل يوم أو يوم ثاني إلا موضوعي انحل لما شافوا موضوعي أنا فيه على حق. جوهر خدمتهم قام في معاملتهم، فهم ساعدوني وحلوا لي المشكلة في زمن قياسي ورجعوا لي حقي بعد. أنزين، وفي الأخير أنا أقول دائما حق الكاستمر، إذا واجهتكم مشكلة لا تروح وتحط روحك أنت في المشكلة، ترى مركز حماية المستهلك موجودين وبيخدمونا. أهداف استراتيجية وخطط تنفيذية مدروسة لتحسين مستوى خدماتها المقدمة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. مركز متخصص في حماية حقوق المستهلك من كافة المشاكل التي قد يواجهها مع التاجر، ويتولى حلها من خلال القوانين المعمول بها في مملكة البحرين للوصول إلى تسوية مرضية بين الطرفين، خصوصا وأن هذا المركز يعد جزءا مهما وحيوي في تطبيق القانون. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.